اليوم نهار يقعد في الذاكرة، اليوم نهار يتمركى على الناس اللي حضروا وسهروا على باش يطبقوا القانون لا لوا 1563 اللي كانت اللي اللي لو كلوب سبورتيف اماتور اي لو كلوب لو كلوب لا اس اس ا لو دويان بور سيني سيت كونفنسيون. فخور مره اخرى كذلك بالعمل الجاد اللي قاموا به اخواننا لامضاء هذه الاتفاقيه اللي يعني تقريب كل فريق يعني كانوا نستناو فيها لمده سنوات. الحمد لله اي كان فيها كما تكون النيه الحسنه وتكون فيه يعني الجهود مبذوله من طرفين وتكون يعني الحمد لله وصلوا النتيجه.